Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعزائي طلاب الصف العاشر استكمالا لشرح قوانين الغازات نستكمل وإياكم القانون الثالث اللي هو قانون شارل في من كتابكم قانون شارل. هذا القانون يبحث في العلاقة بين حجم الغاز ودرجة الحرارة، يبحث في حجم الغاز وعلاقته في درجة حرارته تحت ضغط ثابت، تحت ضغط ثابت. هذا القانون بعد إجراء تجارب معينة أثبت العلماء أنه حجم الغاز يتناسب تناسبا عكسيا، حجم الغاز يتناسب تناسبا طرديا مع درجة حرارته المطلقة عند ثبات ضغطه، وهذا ما توصل إليه العالم شارل. كمان مرة، قانون شارل يتحدث عن حجم الغاز وعلاقته بدرجة الحرارة المطلقة للغاز عند ثبات الضغط. يمكن ترجمة هذا القانون رياضيا كالتالي بالرموز، إنه حجم الغاز يتناسب طرديا مع درجة حرارته المطلقة بشكل عام. بمعنى آخر، إنه الحجم على درجة الحرارة بعطيني مقدار ثابت، أي أنه إذا كان لدينا كمية معينة من الغاز على درجة حرارة دال واحد وبحجم حا واحد، فإن حا واحد على دال واحد تساوي. في الحالة الثانية اللي حا اثنين على دال اثنين، يعني إذا تمدد الغاز إلى حجم جديد تحت درجة حرارة جديدة بثبوت الضغط، فإن حاصل قسمة كل من الحجم على درجة الحرارة في الحالة الأولى يساوي الحجم على درجة الحرارة في الحالة الثانية عند ثبوت الضغط، عند ثبوت الضغط. الآن لننظر للكتاب، هاي كتابنا، لما بمثلون العلاقة بين الحجم ودرجة الحرارة. هان درجة الحرارة عندنا بالسلسياس بالمئوي، عند الصفر المئوي أي بمعنى سالب 273 بالمطلق في نظام الكلفن، سالب 273. بنلاحظ انه ميل الخط المستقيم، هذا الخط اللي احنا شايفينه، الميل في الرياضيات اخذتوه انه الميل فرق الصادات على فرق السينات، لكن بدل الصاد عندنا محور للحجم، هذا المحور العمودي، والمحور الافقي مسجل عليه درجات الحرارة. يعني دلتا حا على دلتا دال، يعني حا على دال اللي هو بيمثل ميل الخط المستقيم المرسوم أمامكم. إذا بدنا نرسم العلاقة بين الحجم ودرجة الحرارة في النظام الكلفن، هي كاف درجة يعني النظام المطلق، بنلاحظ أنه بدينا من الصفر المطلق، أي أن يقول العلماء ومن التجارب العملية اللي وصلوا إلها أنه عند درجة حرارة صفر مطلق، يعني درجة حرارة سالب 273 مئوي، يكون حجم الغاز صفر، يكون حجم الغاز صفر. طيب، إذا هذا القانون بشكل عام اللي هو قانون شارل، حا واحد على دال واحد يساوي حا اثنين على دال اثنين، حيث حا واحد اللي هو الحجم الأول، دال واحد درجة الحرارة الأولى، حا اثنين درجة الحجم الثاني على درجة الحرارة الثاني دال اثنين. نص القانون زي ما انتم شايفين، حجم الغاز يتناسب تناسبا طرديا مع درجة حرارته المطلقة عند ثبات
ضغطه. نطلع لقدام نشوف مثال ثلاث نطبق على قانون شارل، أيضا مثال بسيط اللي تستفيدوا من هاي العلاقة أو نعرف كيف نحل على هذه العلاقة. في عندي غاز حجمه 500 سنتيمتر مكعب، غاز حجمه 500 سنتيمتر مكعب عند درجة حرارة 20 مئوي. هاي عندنا هان على الورق، غاز حجمه يعني ح واحد 500 سنتيمتر مكعب، نكتب بالمعطيات اللي معطينا اياها، نترجم السؤال صح طبعا، دال واحد تساوي 20 درجة مئوية. ما مقدار حجم الغاز إذا سخن إلى درجة حرارة 80؟ يعني دال 2 أصبحت كم؟ 80 درجة مئوية. على فرض ثبات الضغط بقولنا احسب الحجم الثاني للغاز كم يكون. نطبق العلاقة لقانون شارل، طبعا تحت ضغط ثابت، ح واحد على دال واحد تساوي ح اثنين على دال اثنين. الحجم الأول زي ما انتم شايفين في السؤال معطيني 500 سنتيمتر مكعب، درجة الحرارة طبعا هان بدنا نحولها بالمطلق، وأخذته في شرح سابق مع زملائي الأستاذ الشامسطي أعتقد أو بعض الزميلات اللي شرحوا لكم عن التحويل بين الوحدات، بين درجات الحرارة، العلاقة بين النظام المطلق والمئوي. بنقول إنه عندنا درجة الحرارة الأولى كانت 20 بالمئوي، طبعا بضيف إلها 273 بتصير عندنا 293 كلفن، 293 كلفن. طيب درجة الحرارة الثانية 80، 80 زائد 273 تساوي 353 كلفن. إذا دائما بضيف 273 لدرجة الحرارة المئوية، هنا مئوي لو سلسيوس يعني، وهاي الكلفن بضيف إلها، بضيف لدرجة الحرارة المئوي 273 عشان أحولها للنظام بالكلفن أو النظام المطلق. نكمل تعويض على القانون، دال واحد 293 كلفن تساوي الحجم الثاني مطلوب منا، يعني بقول لي قديش أصبح حجم الغاز، على 353 زي ما انتم شايفين تساوي. الآن كيف بدنا نطلع الحجم؟ بضرب ضرب تبادلي، نخلي حا 2 موضوع القانون، 353 ضرب 500 على 293، وبطلع منها عندنا حجم الغاز يساوي 602.4 × 10 سنتيمتر مكعب، سنتيمتر مكعب. هذا بالنسبة لقانون شارل. في عندنا سؤال في الكتاب صفحة 114، عينة من غاز النيتروجين عدد مولاتها، معطينا عدد المولات غاز نيتروجين، غاز N2 اللي هو معطيني 4 مول منه في الظروف المعيارية، والظروف المعيارية اتفقنا عليها اللي هي سابقا أو تحدثنا عنها أو حكينا إنها 273 كلفن وواحد ضغط جوي. طيب 4 مول من غاز النيتروجين في الظروف المعيارية سخنت إلى درجة حرارة 100 مئوي، كانت درجة حرارتها الثانية سخنت يعني أصبحت درجة حرارتها يعني دال 2 100 مئوي، ما مقدار حجم العينة عند بقاء الضغط ثابت؟ بدنا ح 2 للعينة. طبعا بعطيكم مفتاح لحل السؤال، أول إشي بنحط العلاقة تبعت قانون شارل اللي ح واحد عدال واحد تساوي ح 2 على دال 2.
الحجم الأول للعينة كيف بدنا نحسبه؟ ما هو معطيني 4 مول، صح؟ لما معطينا 4 مول كيف بحسب الحجم الأول؟ اتفقنا إنه 1 مول قديش بيحتل؟ 22.4 × 10 لتر. 4 مول بضربها في هذا العدد قديش بتحتل حجم أو حيز، وبنطلع الجواب. الجواب اللي بيطلع معنا بنعوضه في الحجم الأول. طيب درجة الحرارة الأولى قديش؟ ما هو بيحكي لنا في الظروف المعيارية السؤال، فالظروف المعيارية D1 273 كلفن. طيب D2 معطينا إياها 100 مئوي، شو بعمل؟ بحولها لكلفن، بضيف إلها 273 بتصير 373 D2. بظل عندنا H2 موضوع القانون اللي هي مجهولة وبدي أوجدها. سأترك لكم حل السؤال تكملوا كتدريب، حل السؤال كتدريب إضافة إلى أوراق العمل اللي بننشرها لكم على صفحة المديرية، طبعا من الزملاء والزميلات اللي بيشتغلوا على الموضوع. يعطيكم ألف عافية ودمتم بخير.